أبو الفتح الشافعي. اسمي محمد ولقبي الحافظ وكنيتي أبو الفتح، وإليكم اسمي الكامل كما عرفني به العلماء وأهل عصري وعلماء هذا الزمان الذين يراجعون كتبي ويطالعونها ويأخذون عنها المعلومات التاريخية. فأنا الحافظ أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الشافعي، ومن أهم كتب التي ألفتها في حياتي هو كتاب الأربعين، وقد رويت وتحدثت فيه برواية طويلة ذكرت فيها أئمة آل البيت عليهم السلام واحدا واحدا، وذكرت بعضا من حياتهم وفضائلهم وكرمهم ومنزلتهم عند الله تعالى، وما جاء في القرآن الكريم من آيات بينات بحقهم، وذلك بتكريم هذه الآيات المباركات لهذه العترة الطاهرة الطيبة، حيث أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسأذكر لكم هنا ما كتبته بحق الإمام المهدي المنتظر والعسكري والهادي عليهم السلام فقط، فقد قلت: من أحب أن يلقى الله عز وجل وهو من الفائزين فليوالي ابنه الحسن العسكري عليه السلام، ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليوالي ابنه صاحب الزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.